خلال درس افتتاحي ألقاه وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج بمناسبة إعطاء انطلاقة الموسم الجامعي للمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث تحت عنوان حماية وتثمين التراث الثقافي بالمغرب، تم التأكيد على ضرورة تدبير وحماية وتثمين التراث الثقافي بالمملكة، وذلك بتوفير جميع التدابير الممكن اتخاذها للوقاية من جل أشكال التدهور والتغيير أو الاندثار التي قد تهدد مكونات هذا الموروث. الدرس الافتتاحي تضمن موضوع يتعلق بحماية التراث وتثمين التراث الوطني، وأعتقد أن هناك طرحنا العديد من الإشكاليات المرتبطة بهذا المجال. طبعا نحن أمام مكتسبة دستورية ديال المملكة الذي أعطى العناية خاصة للمجال ديال التراث والتثمين ديالو والحماية ديالو، وكذلك طرحنا أهم المقاربات التي يمكن أن نعتمدها في مجال حماية التراث الوطني. هذا اللقاء الذي حضره مجموعة من الأكاديميين والأساتذة الباحثين والمهتمين بمجال التراث الثقافي إضافة إلى طلبة الماستر والدكتوراه بالمعهد، شكل كذلك مناسبة للوقوف على ثراء وتنوع التراث الوطني واستحضار الجهود الرامية للنهوض بمختلف مجالات التراث بالمغرب.